اشترينا 3 قطع أراضي، إحداها بنية البناء عليها عاجلا، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلا ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها 6 سنوات ولم نخرج زكاتها جميعا، فهل علينا شيء في ذلك؟ وكم يجب أن نخرج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد 3 أنواع. النوع الأول أن يكون قصده منها السكنة ليعمرها ويسكنها، أو الزراعة يعني يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها لأنها أصبحت من حوائجه التي يحتاج إليها. لكن إذا استغلها بالزراعة أو لقرص النخيل فإنه يزكي غلتها من الحبوب والثمار على الوجه المشروع. والنوع الثاني أن يشتري الأراضي لقصد التجارة، طلب الربح بثمنها. نعم. هذه عروض تجارة كالسلع الأخرى، فإذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة ويتربص بها الربح فإنه يقومها عند تمام الحول بأن ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها في الوقت الحاضر، أو يضمها مع أمواله الأخرى ويخرج زكاة الجميع. نعم. والنوع الثالث أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار، يعني يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية للتأجير، فهذه لا زكاة في أصلها وإنما الزكاة في غلتها. فإذا قبض منها من ريعها ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان دون النصاب فإنه يضمه إلى ما عنده من المال الآخر ويزكي الجميع. هذه الأراضي أو أنواع الأراضي التي بيد الإنسان. وما ذكرت إن أنكم اشتريتم أرضين إحداهما للسكنة، هذه عرفنا أنها لا زكاة فيها، والأرض الثانية التي أنت متردد هل تجعلها للسكنة أو تجعلها للبيع، ما دمت مترددا لم تعزم على أنها تجارية فإنها لا زكاة فيها، لأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا عزمت على جعلها للتجارة. نعم.